جليد يمكن انا وكريم كنا بنعرض كتير فيديوهات في البرنامج هنا فيها اصابات جامده جدا، هل الهوكي العادي برضو بيبقى فيه اصابات زي الهوكي الجليد؟ هو انا هقول لحضرتك على حاجه، الرياضات كلها فيها اصابات، حتى كره القدم اللي هي ما فيهاش بس فيها برضو اصابات. الهوكي لا، هي اصاباتها بتبقى اقل شويه لان القوانين بتحكم اللعبه بشكل هي الاصابات اعلى عاده شويه. في هوكي الجليد بتيجي من الخناقات بين اللعيبه ما هو احنا عندنا خناقات، دي حقيقه. هو ضايق بره صح، حصل وعندنا في اوقات بتوصل لها، بس كان الكلام ده زمان، وطبعا القوانين بتقلل ده خالص، واحنا حتى في تدريبنا ان احنا المضرب ده للعب فقط لا غير، ما فيش يعني مش ممكن يترفع، القانون اصلا بيخلي المضرب ما ينفعش يترفع لفوق عشان ما حدش يتصاب فيه منه. فالحمد لله الدنيا بتبقى، لا بالعكس الاصابات في الهوكي بتبقى اقل شويه عن الالعاب الثانيه. جميل. رزان بتستعد ايه بقى لايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ ايه البطولات اللي هتشاركي فيها؟ هل في معسكرات؟ الفترة الجاية المفروض يعني في بطولة المنطقة القاهرة، احنا خلصنا الجمهورية خماسي اخدناها الحمد لله برضو، بس لسه ما استلمناش ميداليات من الاتحاد. واخدنا بطولة الجمهورية ال11 اللي هي الملعب الكبير، بس فاضل بطولة المنطقة اللي هي ال11 برضه بالملعب الكبير، ولو هيبقى فيه خماسي او حاجه بس. اوكي حلو. طب استعدادات الفريق برضه اكيد بيبقى فيه متطلبات معينه، انتوا بتستعدوا ازاي كابتن محمد؟ ولو انا بتكلم ان انا عايز اخد الموضوع لليفل اعلى بقى واتكلم على منتخب وغيره، فخلينا نفهم من حضرتك برضه احنا الليفل بتاعنا فين؟ الليفل للاسف احنا شوف بقى البدايه هي مش حلوه. يعني احنا فرحنا جينا بقى نتكلم على المنتخب. لا طبعا قله الملاعب اللي موجوده في مصر دي بتخلي الموضوع فيه صعوبات شويه بالنسبه للانديه. حتى المنتخب احنا المفروض كان فيه بطوله الالعاب تتلعب ال 15/3، للاسف السيدات ما شاركتش، الاتحاد ما شاركش بالسيدات، الولاد هيشاركوا. ف ده عشان ايه؟ عشان الملاعب؟ ممكن هقول دعم، لان لحد دلوقتي هي مش واضحه من الاتحاد ايه السبب في عدم مشاركه السيدات، بس في الغالب هم ان في دعم والكلام ده كله. بس اللي انا بتكلم فيه بقى ان البنات دي فعلا مهدور حقها بكتير، ان هم لازم يتم الاهتمام بيهم اكتر من كده من الاتحاد. منتخبات زي ما قبل كده كان في بنتين هنا برضو من المنتخب شغال كويس، بس الاعداد ده انا متخيل ان القوام الاساسي للمنتخب يبقى فيه مجموعه لاعبات من نادي الشمس. دي حقيقه موجود في الشمس فعلا، احنا اعتماد المنتخب شرقيه شمس سموحه اكتر فرق طبعا. موجود منهم البنات بترتيبهم حتى في الدوري الحمد لله دول المتصدرين الدوري. على ذكر تميز